ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء، والتي أستضيف لكم فيها السيد الشيخ الزيدان المدير العام للشركة الوطنية للإيراد وتصدير سونيمكس. مرحبا بكم. انطلقت اليوم بالعاصمة عملية رمضان للعام 2017، والتي تهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود عبر تخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع نناقشه في المحورين التاليين. عملية رمضان لسنة 2017، وما ضوابط الاستفادة من هذه العملية؟ قبل الدخول في النقاش نتابع التقرير التالي. عملية رمضان تنطلق هذا العام كما الأعوام السابقة في مسعى من الدولة لمساعدة ذوي الدخل المحدود من خلال تخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر الصيام. ويبدو الحرص على نجاح العملية لاستجابة هذه تطلعات المواطن مزدوجا، حيث عملت السلطات العمومية على التحضير للعملية عبر تشكيل لجنة إشراف وزارية لمتابعة مجريات العملية من جهة، ومن جهة أخرى تم ضمان التموين المناسب لمختلف نقاط البيع طيلة الشهر الكريم. ويعبر الإقبال الملاحظ على مختلف مواقع البيع بالتخفيض عن اهتمام المستهلك بالحصول على المواد المحددة في قائمة الحصة بأسعار تؤمن هامش ربح هام بالنسبة له. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي السيد الشيخ الزيدان مدير الشركة العامة للشركة الوطنية لإيراد وتصدير سونيمكس. مرحبا بك من جديد. ما طبيعة عملية رمضان هذه السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. أولا نشكر قناة الوطنية على الفرصة اللي من خلالها لها نسلط الضوء على طبيعة هذه العملية. وفي البداية نهنئ الشعب الموريتاني بحلول الشهر الكريم، ونطلب من مولانا إن شاء الله على أنه يعتنوا إن شاء الله يعتنوا على صوم وقيام كما ينبغي. بالنسبة لطبيعة عملية رمضان، هي عبارة عن دعم بعض المواد الأساسية اللي كثيرة الاستخدام في هذا الشهر الكريم. وهذه المواد تتركز أساسا حول بعض المواد الغذائية اللي يكون استخدامها في هذا الشهر استخدام كبير، مثل السكر والزيت الغذائي والمعجنات الغذائية ديبات أليمونتير، مكروني ومنتجات القمح، وبعض الخضروات كالبصل والبطاطس وبعض المواد الأخرى، الألبان المجففة هذه أساسا، والأرز هذه أساسا هي اللي مواد، أسبع مواد هي اللي تمت عنها في عملية رمضان، وحسب الدراسة لأن هي المواد اللي أكثر استخدام في هذا الشهر. شو هي طبيعة هذا الدعم؟ هذا الدعم عبارة عن هناك لجنة فنية منبثقة عن لجنة وزارية، لجنة فنية رأسها مستشار الوزير الأول بعضوية وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة. انطلاقا من أسعار السوق تقوم بمقترح للجنة الوزارية هي اللي على أساسه يتم الدعم. هذا الدعم يتراوح أحيانا ما بين 40% وقد يتجاوز 50% عند بعض المواد اللي مدعومة. أعطينا مثيلة على هذا الدعم، يعني في حديث عن ارتفاع أسعار هذا العام عن الأعوام الماضية. على كل حال ارتفاع الأسعار عن العام الماضي أنا استبعد، لأن هناك يكون ارتفاع الأسعار عن العام الماضي نتيجة على أن هذه العملية هي تعاون، بالإضافة على أنها توفر المواد بطريقة مدعومة، تعاون على أنها اللي تحد من الارتفاع اللي يخلق في السوق. ومن الصعب عندي أنها تعود هناك ارتفاع بمقارنة بالأعوام الماضية. عملية تثبيت، بالإضافة على أنها توفر المواد في نقاط البيع بأسعار مدعومة، تثبيت أيضا للبيع اللي الآخر في الأسواق بطريقة حرة.
طيب كم نقطة بيع فتحتوا هاي السنة؟ هنا على مستوى نواكشوط هناك 12 نقطة بيع، 4 نقاط على مستوى المعرض الوطني، نقطة على مستوى المعرض الوطني نواكشوط الجنوبية، نواكشوط الجنوبية، نقطة على مستوى دار البيضاء في نواكشوط الجنوبية، نقطتين في الرياض فيهم واحدة في الترحيل، ونقطة في تجونين، نقطتين في دار النعيم، نقطة في تيارت، ونقطة في السبخة، اللي هي 12 نقطة. نلاحظوا من خلال تموقع هذه النقاط على أن هذه النقاط تموقعت في الأماكن اللي أكثرها شاشة، الأماكن اللي سكانها من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الدخل المحدود. طيب ما ضوابط الاستفادة من هذه العملية؟ كيف يستفيد المواطن من هذه؟ هذه العملية من أجل تحديد المستفيدين منها تم التفكير كثيرا في إنشاء الآليات اللي تمكن من استفادة أكبر قدر من المواطنين اللي بحاجة لها، وظل غياب إحصاءات دقيقة عن السكان ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الدخل المحدود، اقتراح اللجنة اللي علت على نعود الاستفادة على أساس أولا تعبير الشخص المستفيد عن إرادته الاستفادة، عن الرغبة في الاستفادة، وأيضا من أجل أن يعود هذا عنده نوع من 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 الضبط، عاد يستفاد اللارجاج عن طريق الطوابير اللي ممتدة أمام هذه نقاط البيع. وإن شاء الله في ظرف وجيز هناك عمل مقام به، إحصاء مقام به للسكان ذوي الهشاشة، إحصاء تقوم مقايمة به وزارة الاقتصاد المالية، سيكون هناك سجل للسكان ذوي الهشاشة، وعندما يكتمل هذا الإحصاء ستكون هناك آلية دقيقة من أجل توزيع، من أجل استفادة السكان اللي لا يعودوا هم فعل أن هم السكان اللي بحاجتهم. نتمنى لا تمتد الطوابير وأن تكون العملية سلسة وتنتهي بسرعة. كم مدة هذه العملية؟ طيلة شهر رمضان؟ هذه العملية فتحت اليوم قبل بداية شهر الكريم من أجل إتاحة فرصة للمواطنين الراغبين في التزود قبل بداية شهر الكريم، وستمتد خلال أيام الشهر إن شاء الله كلها. ونرجو من المواطنين إن شاء الله أن يتمكنوا من استفادة، واللي منهم استفادة أنه يتيح الفرصة لأخوته الأخرين أنهم يستفادوا. طيب. نتيجة لأن فوارق السعر تجعل ضغط كبير على 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 المواد، على النقاط، وهناك رغبة جامحة لدى الكثير من المواطنين من أجل الاستفادة من هذه العملية، وراجعين على أنها يستفاد أكبر قدر من السكان. ماذا عن بيع الكميات؟ هل الكميات محددة بالضبط؟ كميات محددة لكل كل أسرة عندها الحق، وأخذ مواطن عنده الحق فأخذ كمية محددة يوميا، خنشة 25 كيلو من الأرز، وخنشة 25 كيلو من السكر، قارورة 15 لترات من الزيت، خنشة 10 كيلوغرامات من المعجنات الغذائية، نصف خنشة من البصل، ونصف خنشة من البطاطس، وهذه هاي ذاك نصف خنشة من البطاطس ومن البصل، هذه خلقت هذه السنة نتيجة مقترح من طرف السلطات الإدارية اللي هي أكثر ميدانية من هذا. قالوا لأن كل ما كان هناك تقسيط في الكميات، كل ما كان حاولنا نحاربه هذا اللي قالوا المضاربة على الكميات التربح. والتربح على أثر المواطنين الوسطاء. طيب هذه طبيعة الحال، هذه الضوابط من أجل تمييز ذوي الحاجة من التجار طبعا. طيب هذه الخنشة، هذه نصف الخنشة طيل شهر رمضان، عنده حق فيها طيل شهر رمضان أم؟ أي رجاج جاء وكان واقف في الطابور وجاء للناس اللي مشرف على ذا عنده رغبة في إقبال كمية، على كل حال ما فينا أي مانع يمنعه من يأخذ كمية من هذه الكمية المحددة طبعا من الطلبات. شكرا جزيلا لك السيد الشيخ الزيدان المدير العام للشركة الوطنية لإرادة وتصدير سوني ماكس، شكرا جزيلا لك ورمضانك مبارك أيضا.
أشكركم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج تحت الضوء. في أمان الله.